قرار منعك من قبل رئيس الجمهورية. عملت حسب رئيس الجمهورية. هل تحدثت مع الرئيس؟ رحت قابلت الراجل المحترم أسامة صالح وزير ايه؟ الاستثمار. جاب عبد المنعم الألفي بس اعتقد عبد المنعم مشي طلع معاش. طلع معاش بتالي اللي هو وكيل اول وزارة شغال مع نائب رئيس الوزراء. هي الراجل المحترم لشؤون القنوات بالظبط كده. اما اللي بقى جلاله تكتب بقى ومرتضى منصور الاسمار منعه والوزير منعه. بس يا سيدي نرجو التفاضل بحق انه لم يصدر عن هيئه الاسمار اي قرار بخصوص منعك من الظهور. خلاص ما انت قريت في الجورنال خلاص بتقول لي رئيس الجمهوريه منعك. تمام. انت عمال تلف في نرجع بقى. انا عايز بس عارف ان المشكله فين. طب عايز ارد بقى على استاذ رئيس الجمهوريه انه قال لك معلش مع احترامي بقى اديني بقى 3 دقايق واخلص. لا عشان انا عندي 3 دقايق معلش. لا معلش بص يلا والنبي الله يخليك. بص طبيعي بس الإعلام بقى. أنا انتقدتك يا دكتور عمرو في مكان. فيما في الشارع بس. فأنت استغليت مكانك كإعلامي وجورنالك الخميس. عملت إيه بقى؟ أدي اليوم السابع اللي هو هي مملوك لخالد صلاح ومملوك لأحمد واشيمة ومملوك لعلاء الكحك. بص يا سيدي التلفزيون كان ضيفنا مرتضى منصور. أنا اللي كنت فاكره إنها ريحة بلعت مجاري وبيضرب بالجزمة. أدي واحد. بس. خد يا سيدي. ما هي دي كلها كانت في فتره معينه. لا يا سيدي يا من فضلك يا فندم تجاوزنا. استنى لا كلمه في المحكمه. بص يا فندم معلش انا رقاصه يا مبارك خلاص انا عايز بس تشوف الادب بس. لا قرب الكاميرا خلاص. ده مرتضى منصور يا مبارك قال لي زكريا عزمي خربت البلد انت احمد عز واحمد نظيف لما كان كلهم لابسين طرح تحت السرير. ادي واحد. اثنين انا ايام مرسي لا مؤاخذه مره لابسه نقاب خلاص. انا ايام المجلس العسكري 30 يونيو لابس كاب وليارد رقاص. ده اعلام يا رئيس الجمهوريه جاي تتكلم عني انا؟ ها ادي لسه يا بيه. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هي دي القضيه بقى انت بتكلمني في ايه؟ هي دي القضيه. اتفضل. مرتضى منصور في العاده النفسيه. اولا الصور اللي انا جبتها ايه؟ هي الثلاثة هم. ها؟ يا سيادة رئيس الجمهورية. يعني زعلان عشان احمد بيه ماهر. خلاص؟ انا مرتضى منصور في العيادة النفسية. بص يا سيدي طلع عندي ايه؟ بس ما تخافش. مصاب بالوساوس القهرية. يا سيادة المستشار خلينا نخش في الأهم الله يخليك. بص يا سيدي ما انت كل ما بس. أيوه ما انا والنبي يا عمرو احنا دلوقتي بنتكلم قضية عندي أعلام. أسئلة كتيرة يا أستاذ مصطفى ما ينفعش. لا مش أهم أنا عندي فيما هو أهم. أنا بوريك الإعلام بس عامل إيه؟ لما أختلف معاك. خلاص؟ مش صالح حصل تصالح بين اللي عنده المرض اللي عنده المرض ده. لا لا يعني أستاذ خالد صلاح قال لك قضية في المحكمة وصالح قضية في المحكمة. ثانية واحدة. اللي عنده المرض ده بيقعد ينتف في شعر حجري أقعد أدور على حواجبي أنا فعلا حواجبي خفيفة. خد بالك يبقى انا عندي المرض ده يا نهار اسود. احنا ليتنا سودة. بص يا سيدي مصاب تاني عندي حرب استباقيه. مين بقى اللي كاتب الكلام ده بقى؟ احمد عبد الله استاذ الطب النفسي والدكتور سعيد عبد العظيم استاذ الطب النفسي بجامعه القاهره والدكتور هاشم بحري رئيس قسم الطب النفسي بجامعه الازهر. يا دكتور عمرو انا طبعا عملت شكوى في نقابه الاطباء وعملت الدون بلاغات في النيابه. نقابه الاطباء طبعا مش فاضيه عشان منى مينا وبيتخانقوا مع بعض. تمام. قول لي بقى قول لي في دكتور بيحترم نفسه عمره ما شافني. انا راجل كنت رئيس محكمه ورئيس نيابه ومحامي نقض وليا اسمي ها وعضو مجلس الشعب ورئيس نادي كبير جات لي الشيزوفرينيا والبرومينيا والبتاع وانت ما شفتنيش. طب يا عم خدني الاول عالجني انا بس اوريك. ادي واحد. اثنين خد يا استاذ الفاضل. صدقني احنا يعني انا عايز اتجاوز كل ده. لا يا لا يا فندم معلش يعني انا واثق انك انت خدت اجراءاتك حتى القانونيه في من اسائلك فانا واثق من ده. خليني انتقل للسؤال الثاني. ثانيه واحده يا نبي. مرتضى منصور جاي من بلعات مبارك. بلعات مبارك طيب نشوف بلعات مبارك. حضرتك شفت دلوقتي الاستجوابات والمواقف تمام وسقطني مبارك في مجلس الشعب وحبسك وحبسني 3 مرات معروف وما خفتش. بقول لك في وقت كان الناس عامله رجال دلوقتي ها لابسه طرح لكن